يعزز مشروع بيت الهامور في إكسبو 2020 دبي الاستدامة من خلال الموسيقى والفن وإشراك المجتمع، وينشر بيت الهامور الوعي بالحياة البحرية والمحيطات من خلال الفن المستوحى من الشعاب المرجانية. وفي أحدث أنشطته تعرف الأطفال المشاركون في ورش العمل على الحياة البحرية عبر الحياكة، حيث أرشدهم فنانون من بيت الهامور إلى كيفية استخدام تقنية حياكة الأصابع لإنشاء كائنات جميلة من أعماق البحر.